السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. اليوم راح نكمل الجزء الثاني، تغيير صبغة الغرفة. ما قدرتش نصبغ ميم طون صور على حتى كملتها كامل باش صورتها لكم. درت فيها المارون فونسي والبيج، صبغتها بلا لاك، نحيت لها كامل البلاطو لوندوي. شوفوا هنا كيفاش خرجت لي، درتها غير بلا لاك وحده، دات لي 20 كيلو. هي صح لونتوي تغطي كامل لي ديفو، بصح الله غالب حنا عندنا لوميديتي بكثرة. هبيها هاد الخطرة قلت راح نيفيتيها، درت غير لا لاك. شربت لي بزاف، 20 كيلو، شومبرة وحدة فيها 4×4 متر. ودرتها سامبل ما فيهاش تعب بزاف. لي غوش كامل صبغتهم بلا لاك، فيهم لابغيونس تاع لا لاك. الشومبرا ولات نقيه خير من اللي كانت. صبغت هاد لا غوزاس، نحيت لها ليستر وصبغتها. راح تجيني ساهله باش نغسلها، كي نلقى فيها لي طاش نغسلها نورمال، ماشي كيما لا ساتيني ولا لا بروشتي ولي بانتيو واحد اخرين. شفت واحد الديكور في كاتالونغ بشريط ذهبي، قلت راح نديرو. لابيها درت هاد لاكولوغ فونسي، غير بديت نطراسي ونلصق الشريط محكمليش، مشدش كامل. شوفوا كيفاش طاحلي مزية، طاح في الديبو الخسارة والتعب. فلالاك ولا فلاساتيني ولا في المابق هذاك الحرش ولا فلابروشتي جامي شد لكم هاد الشريط الذهبي. لهنا ديسيديت نحط كادر من هاد الجهة ومن الجهة الاخرى. هاد الجهة راح ندير ملصقات. هاد لي كوفغ جوان نحيتهم، صبغتهم، عاودت رجعتهم. دات لي بزاف الوقت، يومين وانا نخدم فيها. هنا في البالكو كاين تواقي والبيبان تاع لي شومبر واحد اخرين، صبغتهم وحطيتهم هنا باش ينشفوا لي، على خاطر راح نكمل لا سويت تاع لي شومبر واحد اخرين. فوالا، كي رحت نشري لا بانتشو لقيت غير البنات تما، كل وحده حبات تشري باش دير تصبغ لا شومبر تاعها ولا تبدل الصالون. فرحت بهم بزاف، يحيوا البنات وين ما كانوا، كل وحده تكل على روحها تصبغ بلا ما تشقي واحد اخرين. البينتور كي تكون سهله نقدر نتكل على روحتينا، وكي تكون واعره تاع مواليها موالين الحرفه حنا ما نقدرولهاش. وهذه سامبل اي وحده تقدر ديرها. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، خفيف ظريف عليكم. ما تبخلوش عليا بلايك والاشتراك للتحفيز والمواصله. ملاقات الخير في فيديوهات واحدة أخرى. سلام.